تعود احتجاجات المدرسين من جديد رغم محاولة قوات الأمن تفرقتها. في خطوة تسعى من خلالها نقابات التعليم لإعادة مطالبهم إلى الواجهة من جديد، أضربت عن التدريس لأربع ساعات متواصلة. فوجئنا بتراجع الحريات النقابية في البلد بعد أن انقطعت أشواط في السنوات الماضية، وهذا تراجع غير مسبوق، خاصة أنه يوجه لنخبة متعلمة وهي الأساتذة والمدرسين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة. هم عندهم ظروف كيف الناس كاملة، ورواتبهم ما هي رواتب أمام العمل اللي عدلوا. لذلك عندنا طلبين أساسيين وهو زيادة الرواتب وإعطاء قطع أرضية للمدرسين. مظاهرات المدرسين جاءت بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة التي تؤكد مساعيها لتحسين ظروف المعلمين ضمن خطتها الإصلاحية. التوجهات اللي معطيانا واللي نعمل مقتضاها وانطلاقا مقتضيات ومضامين القانون التوجيهي تتعزز قيمة ومكانة المعلم والمدرس وكل طواقم التدريس، وكل هذا يشهد تحسن كبير في العلاوات زادت، وكثير من فرص ترسيم الناس اللي كانت داخلة في التعليم. مختصون اعتبروا حل مشاكل المصادر البشرية أهم أولويات إصلاح التعليم، مؤكدين على التأثيرات السلبية لتوقف الدراسة. أظن خروج المعلم القسم وتفرغ للاحتجاج ولو ساعة هو خسارة بالنسبة للدولة. كان الأولى أن تعطى العناية والأهمية والأولوية لقطاع التعليم، خاصة من ناحية المصادر البشرية، لأن المصدر البشري هو أساس كل عمل. وتطالب نقابات التعليم الأساسي والثانوي بتحسين رواتب المدرسين ومنحهم أراضٍ لحل مشكلة السكن التي يعانون منها. أربع ساعات من تعليق الدراسة مع تعهد بالتصعيد في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المدرسين التي طرحت ونوقشت وما زالت تنتظر التنفيذ. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.